ونبيه وحول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال وشرف لدينه. لبيي أوغاتشيسان وأري لغوسي داي سيدي إفساديان يعني سي نبتي جيستان كما نبضنا حرص المرء شايل كوقفك ورو شايل يا حراين إلى ليو هي شرفته سي دين توي الآن كرسي الرجل رادين هي سياسة هي مقع هي ماموسكو إن بدن بدين لأن ضد كبضه ورق بضانو كراسي ده لقفو تشوم واي حتى الدين توكو يبسر يعني كرسي سيو حكية قال يا ضد يا مسلم بوا الله يم سي محي كرسي قاو هيا رق بضانو تجاري لنا حولون اللي هلا حلال يا حرار حق يدون طبعا هكا كنتي لايكي.